السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ بإذن الله هنشتغل النهاردة نوع جديد من أنواع السنسور في مادة الميجرمنت اند انسترومنتيشن. النهاردة القياسات أو نوع القياسات أو نوع القياس اللي احنا هنستخدمه النهاردة ازاي أقدر أقيس فلو ريد، معدل التدفق. وطبعا بما إن الكورس خاص بقسم الميكانيكا فطبعا ده برانش مهم جدا، الجزء بتاع فلويد او جزء الهيدروليك بمعنى اخص، وازاي اقدر اقيس فلو ريت. طبعا ده بيهمني جدا في عمليه البمبات، وازاي اقدر احسب الباور بتاع البمب. فان شاء الله باذن الله تعالى النهارده هنشتغل الجزء بتاع فلو ريت ميجرمنت، ايه انواع القياسات او ايه انواع السنسور والحساسات اللي احنا بنستخدمها، ايه فكره التشغيل بتاعتها، ايه مميزاتها، ايه عيوبها، ازاي اقدر استخدمها. كل ده هناخده ان شاء الله باذن الله تعالى في المحاضره بتاعه النهارده بعنوان فلوريت ميجرمنت. مبدئيا طبعا اول حاجه بنتكلم عليها في فلوريت اللي هي اوبستراكشن ميترز. كلمه اوبستراكشن دي معناها عائق، فاذا اوبستراكشن ميتر معناها ان هي عباره عن اجهزه بتعتمد على عوائق موجوده في سريان فلويد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في حاجه هي اللي بتمنع او بتقلل من الفلويد اللي ماشي او فلو اللي ماشي ده، فده بنسميها اوبستراكشن ميتر. انواع الاوبستراكشن ميتر زي ما انتم شايفين كده، هنلاقي مثلا اورفيس ميتر. اورفيس ده معناه ان هي بتبقى فتحه صغيره، الاورفيس دي بنقدر نقيس من خلالها الفلوريت اللي ماشي في البايب زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا بيبقى فيه دايمنشن لكل حاجه موجوده بالنسبه للجهاز، بس احنا بنتكلم ان جنرال هنا اورفيس ميتر. الفكره بتاعته ان هو بيبقى فتحه صغيره، فينشوري ميتر اللي هو بيبقى ديبند على فينشوري. الفلو نزل بيبقى ديبند على عمليه النوزل، خنقه البايب زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا بيبقى فيه دايمتر، وبعد كده بنقلل بنسحب البايب دي بالشكل اللي قدامنا ده. اما الفنشويري بيبقى الشكل اللي قدامنا الواضح ده بالدايمنشن الواضحه. والاورفيس زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بيعتمد على فتحه صغيره، وكلمه الاورفيس هتلاقيها موجوده في الفالف في المحابس. الفالف دي ليها اكتر من نوع، زي مثلا في الهيدروليك فالف زي السولونويد فالف او السيرفو فالف. السولونويد فالف ده بيعتمد على اون اوف، يعني يا اما يفتح يا اما ما يفتحش، بيعتمد على كويل. الكويل ده اول ما بتوصل له باور او كهربا بيبدا يتمغنط، فبيشد الجزء ده مثلا سي بيبقى حته اورفيس زي كده مقفوله، بيشد الميتل او الجيت اللي قافله الاورفيس ده فيبدا يفتح الفالف ده. اما السيرفو والبروبولشن فيعتمد على اشاره كهربيه، على قد الاشاره بيقدر يفتح الفالف، بمعنى زي الحنفيه بالظبط كده. بس الحنفيه احنا بنلاقي ان هي بتبقى مانيوال، لا انا في السيرفو والبروبولشنال فالف لا ده بيبقى في اشاره كهربيه، بيبدا الفتحه بتاعت الاورفيس دي تفتح حته صغيره، حته اكبر، حته اكبر، حته اكبر، لغايه ما يفتح المسافه دي كلها. ده على حسب الاشاره الكهربيه، لو هي واخده الاشاره الكهربيه كامله يبقى هتفتح كامل، لو هي واخده اشاره 50% يبقى تفتح 50% وهكذا. فالفكره بتاعت الاورفيس دي موجوده او معروفه او بنسمع عنها دايما، كلمه الاورفيس الفتحه دي موجوده في الفالفات بشكل عام. وعشان كده طبعا يهمنا جدا ان احنا نقدر نقيس فلو ريت الموجود. في فلو ثرو نوزل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الخنقه دي، ان انت بتسحب البايب اللي موجوده. وطبعا في بيزك ايكويشن بتنظم العمليه، بتنظم عمليه الفلو زي الكونتينيوتي ايكويشن، الماس انبوت ماس فلوريت اللي داخله هي ماس فلوريت اللي خارجه، طالما ما فيش فقد في النص. البرنولي ايكويشن، التوتال بريشر از كونستانت ثرو اوت. هنلاقي كل الايكويشن دي اللي احنا قلناها اللي هي ديبند او بيزد على الكونتينيوتي والبرنولي، الماس فلوريت اللي داخل هو هو الخارج. طبعا دي البارامتر بتاعه الانبوت الفلويد اللي داخل، ودي البارامتر بتاعه الفلويد اللي خارج. المعادلات انا اعرف ان الماس فلوريت الرو في الاي في الفي، ولو كان الفلويد ده انكمبريسبل غير قابل للانضغاط، الفرق ما بين الزيت وما بين الهواء، الزيت بيبقى انكمبريسبل غير قابل للضغط، اما الهواء بيبقى قابل للضغط. هلاقي ان الرو 1 تساوي الرو 2، يبقى اذا الاي 1 في بي 1 تساوي الاي 2 في البي 2. البرنولي ايكويشن ان البي نود او البي اوت تساوي توتال بريشر، ده بيبقى ثابت اللي هو نص رو في سكوير زائد البي. وطبعا لو انا جيت عوضت هنا المعادله دي في الداخل وفي الخارج، يبقى البي 1 والبي 2 هيبقى ثابت في الحالتين. البي ده اللي هو بنسميه ستاتيك
بريشر والبي نود او البي اوت بنسميه التوتال بريشر الموجود عندي، الدايناميك بريشر اللي هو الجزء الدايناميك المتغير ده ديبند على الفي وعشان كده بسميه نص رو في سكوير، اما البي فده ثابت وعشان كده بسميه ستاتيك بريشر. فلو ثرو نزل هنكمل برضو تكمله للتدفق من خلال النزل اللي هي الخنقه دي. اذا لو انا جبت وعوضت هنا في المعادلات دي كلها هلاقي ان الفي 2 المعادله دي طبعا هنا المعادله دي ابدا اعوض عن الاي 1 في 1 والرو 1 تساوي رو 2، وعندي المعادلات دي رو 1 في 1 تساوي رو 2 في 2، هلاقي ان في الاخر خالص ان الرو بالشكل ده هتبقى 2 هجمعهم هيطلع في الاخر المعادله الفي 2 1 على الجذر التربيعي ل 1 ناقص اي 2 على اي 1 في الجذر التربيعي ل 2 في الدلتا بي، الدلتا بي اللي هو الدروب الفرق ما بين بريشر 1 وبريشر 2، ده بسميه دروب الفرق ما بين بريشر 1 ده وبريشر 2 ده بسميه دروب دلتا بي، تمام. برضو في المعادله دي انا استخدمت القانون بتاع الاي 1 في 1 يساوي اي 2 في 2 عشان اقدر اجيب المعادله دي في الاخر. فاذا الفلو ريت وانا عارف ان الاو كيو هي عباره عن الاي في الفي، يبقى اذا الاي 2 اهي اعوض عنها بالفي فوق، يبقى الريال فلو هو عباره عن كيو في الواي في السي في الاي 2 في المعادله اللي قدامكم دي بالنسبه للفور اللي هي ريال فلو. طبعا في كباستي ديسشارج وفي كوفيشنت هنعرفها اللي هو الواي والسي، هيبقى ليهم رينج معين هنعرفه في السلايد اللي بعد كده. اذا الدلتا بي زي ما قلت لحضراتكم اللي هو الفرق او الدروب او الفرق الدروب ما بين تو بريشر او الفرق ما بين تو بريشر، اهو القانون بتاعهم الدلتا بي نص رو في 2 سكوير في 1 ناقص اي 2 على اي 1 الكل سكوير. طبعا لما ده بالنسبه لي سيرو نوزل، لو انا عايز اقيس البريشر اللي موجود من هنا اقدر اقيس البريشر فرق الضغط ما بين ده وما بين النقطه دي اللي هو دلتا بي زي ما انتم شايفين قدامكم كده. الواي اللي هو الكومبريسبل فاكتور وده بيساوي واحد لو انكومبريسبل فلو، لو هو الفلويد اللي انت بتستخدمه ده هو انكومبريسبل فلو غير قابل للانضغاط يبقى الواي بتساوي واحد. السي اللي هو ديسشارج كوفيشنت ده بيبقى فانكشن في الريال نمبر ونيتشر اوف سبيسيفيك فلو ميتر، هلاقي ان العلاقه بتاعته بالشكل اللي قدامنا ده، هلاقي ان البريشر الفرق في البريشر اللي هو دلتا بي في النوزل اللي احنا شايفينها قدامنا ده اللي فات ده كان فلو من خلال النوزل. طيب فلو من خلال البنشوري ميتر اللي هو بيبقى في سنتر لاين للبايب وفي داخله كده زاويه بزاويه 20 وفي 6 درجات الكسر دي حوالي 6 درجات، وببدا ارتفاع الفلويد في المنطقه دي في اليوتيوب اللي قدامنا دي، وطبعا النقطه دي للنقطه دي بسميها زد 1 والنقطه دي للنقطه رقم 2 بيسميها زد 2 وده الاتش وده ديتم اللي هو بيبدا يقيس من عنده بريشر كل القيم بتاعه البريشر. في الفنشوري هلاقي ان السي هلاقيها من 95% و98% اللي هو ده الديسشارج كوفيشنت، هلاقي القيمه بتاعه الفنشوري بالقيمه دي. المميزات بتاعته اللي هو بيعمل بريشر ريكفري او ويوزس ليتل باور، بيستخدم باور قليله وبيعمل بريشر ريكفري. الفنشوري السي لو انت حبيت ترسمه مع الريال نمبر هتلاقي ان هو بيزيد لغايه قيمه معينه من الريال نمبر، بعد كده بيفضل ثابت عند 98%. عشان كده قلنا والريال نمبر هو فانكشن في المي، يعني الريال نمبر بيساوي رو في الدي 1 في الفي 1 على ميو، ده بيزد على الكونديشن بتاع البايب ابروتشنج ذا ميتر. النوزل هنرجع تاني للنوزل، طبعا احنا عندنا بريشر واحد وبريشر اتنين والنوزل فلويد داخل وفلويد خارج. لو انا حبيت احسب الدروب او بريشر اتنين بعد النوزل ده ارسمها مع الشكل اللي قدامنا، فلاقي ان بريشر مع المسافة اللي انت ماشيها الديستانس دي، فلاقي ان موجود هنا بريشر اهو بيبقى اسمه بي 1، بيبدأ اول ما بيبدأ يقرب عند النوزل اللي موجودة ده بيبدأ يحصل له دروب بيقل وهنا الفرق بينهم كبير جدا، بيجي عند النقطة دي اسمه بي 2، بعد كده بيبدأ يزيد بريشر تاني لغاية ما يساوي يبقى نفس النقطة دي. النوزل فلو ميتر جهاز قياس الفلو عن طريق الفكرة بتاعت النوزل بشكل عام،
طبعا ده الريال نمبر وده السي، بيبدأ يزيد زي ما قلنا عند 86% القيمة، وعند ريال نمبر 10.3 يبدأ يزيد لغاية ما يوصل 98% عند 10.5. النوزل فلو ميتر بيبقى شورتر وشيبر زان فينشوري. مميزات النوزل ان هو شورتر قصير وشيبر ارخص من الفينشوري، ولكن بيحصل مشكله فيه جامده جدا، مشكله عميقه جدا في عمليه فلو، وعمليه الفلو ميجرمنت اللي هي عمليه الدروب، بريشر دروب، بريشر دروب، يعني بيحصل نقصان في الدروب، نقصان في البريشر اللي عندي. تمام. ممكن انت عندك الكوع، لما تيجي تعمل الكوع مثلا في مواسير فده بيعمل دروب كس، كل ما بتعمل الكوع او ال شيب في المواسير اللي موجوده عندك هتلاقي الدروب بيقل، بريشر بيقل. عشان كده يفضل لما بتيجي ترفع ميه بترفعها بخط مستقيم، ما تقعدش تعمل ايه الدروبات كتير ويحصل لوسز في البريشر اللي موجود عندك. هنا مور باور لوس، طبعا طالما في بريشر دروب يبقى في باور لوس كبيره جدا بتحصل في الحاله دي. فدي مميزات النوزل عن الفينشوري. الاورفيس ميتر وده النوع الثالث، وزي ما قلت لحضراتكم الاورفيس هو بيبقى فتحه صغيره، والشكل اللي قدامنا ده الحقيقه، ده الريال تايم اهو، وده الشكل اللي موجود في الريال تايم اللي موجود في الحاله اللي احنا بنركبه في نص المواسير. الاورفيس ميتر ده بيتكون من ماشيند ودريلد بليد. كلمة دريلد بليت يعني حاجة مثقوبة فيها ثقب زي كده، ومشكلة ان هي بيبقى فيها ثقب، وبتبقى موجودة ما بين تو ما بين حاجتين فوق وتحت. البوزيشن بتاع بريشر بيبقى طبعا اربيتري اللي هو افتراضي اللي موجود. هنا هتلاقي ان الاورفيس ميتر الفتحة الصغيرة احنا بنقدر نستغل المنطقة دي اللي فيها اختناق عن طريق الاورفيس في عملية قياس فلو ميتر او فلو ميجرينج. الاورفيس ميتر ده ليه مميزات عملية كتيرة جدا لو مقارنة بالفينشوري ميتر. يبقى احنا عندنا لما بنيجي نطبق حاجة معينة لازم نشوف مميزاتها ايه وعيوبها ايه مقارنة بالحاجات التانية. مميزات الاورفيس مثلا ان هو لوور كوست، سمولر فيزيكال سايز، هتلاقي حجمه صغير. فليكسيبيليتي ان انت تقدر تعمل تقدر تقيس لارجر جين، لارجر رينج من فلو ريتس، تقدر تقيس حاجات رينجات اعلى من الميجرمنت. العيوب بتاعته اللي هو بيعمل لارجر لارج باور كونسامشن، بيعمل استهلاك ودروبات كتيره ان ذا فورم ان ريكفربل بريشر لوسز. الاورفيس ميتر الديفلوبمنت بتاع الاورفيس ميتر هو عباره عن مشابه للفينشوري، نفس القوانين اللي بتحكم الاورفيس هي نفس القريبه او مشابهه للقوانين بتاع الفينشوري. الفي بار سي نود على الجذر التربيعي 1 ناقص بي باور 4 في الجذر التربيعي 2 في البي اي ناقص البي بي على الرو، وكيو الفي بار في الاس نود. هنلاقي ان البي ratio of surface diameter to pipe diameter، الثقب اللي موجود الفتحة الصغيرة بالنسبة للبايب كلها تقريبا بتبقى نص. الكروس سيكشن اريا بتاعت الاورفيس، الدايرة دي الكروس سيكشن بتاعها بكام. الفي بار اللي هو بالك فيلوسيتي ثرو ذا اورفيس، السرعة. والسي نود الاورفيس كوفيشنت اللي هو بيبقى تقريبا ب 61% في الريال نمبر لو كان اكبر من 30,000. فلو من خلال الاورفيس ميتر يبقى بالشكل اللي قدامنا ده الاكشوال، الاي اكشوال الحقيقي. وطبعا الاورفيس زي ما انتم شايفين كده الفتحه اللي هو بيبقى ايه اللي احنا قلنا عليها، او الـ الحاجه اللي احنا بنقدر من خلالها نقيس الفلو ميجرمنت. فلو ثرو اورفيس، لو حبينا نرسم نفس الشكل اللي فات اللي هو بريشر مع الديستانس، فهنلاقي ان نيجي الاورفيس اهو زي ما قلنا فتحه موجوده في البايب، والدي وده الدي بتاع الاورفيس وده الدي بتاع البايب كلها. بريشر هنا اسمه بي 2 وهنا بي 1. بريشر بي 1 اول ما يجي يقرب من الاورفيس يبدا ينزل، وبعد كده بعد هنا طبعا ما بيقدرش يرجع تاني لنفس النقطه اللي فوق، هو بيقل. عشان كده احنا بنقول مشكلته ان هو بيبقى فيه لوسز كتير جدا. تمام.
لان هو ما بيقدرش يرجع لنفس القيمه هنا، ما بيقدرش يعمل ريكفري زي ما قلنا، بيرجع فوق بي 1 يطلع بي 1 فوق. فدي مشكله من مشكله الاورفيس، ان هو ما بيعرفش يرجع ريكفري. لو احنا لو انتوا فاكرين لسه من شويه بقول ان هو من مشاكله ان هو الريكفري اهو، اللي هو الريكفربل بريشر لوس، هو ما بيقدرش يرجع، ده من عيوبه. ولكن لو فاكرين من شويه كده لما كنت بتكلم عن ده، فكان بيبقى المشكله بتاعته هو برضه بيبقى ريكفري بس قريب من البي 1، فبيقدر يرجع بس ما بيرجعش قوي زي الـ القيم التانية او الانواع التانية من الميجرمنت الموجود. فعشان كده ده بيبقى فيه مشكلة في الأورفيس مقارنة بباقي الطرق. فده الدروب اللي حصل، او ده الباك تو نزل فلوميتر أورفيس اهو، تمام، ما بيقدرش يعمل ريكفري. فالأورفيس ميتر مميزات ان هو رخيص وبسيط، ولكن بيجست بريشر دروب وباور لوس من 6 من 10 ل 7 من 10. بريشر دروب ده بينتج نتيجة الفريكشن والتربيانس. زي ما قلنا من شوية البريشر دروب ده بيحصل زي ما مثلا بنعمل الكوع، الكوع ده بيعمل بريشر دروب لان هو بيزود، شوف فلويد بيخبط فين وبعد كده يرجع تاني بينزل تاني تحت مثلا لو انت بتعمل كوع، فعشان كده بيبقى في بريشر دروب نتيجة الفريكشن الموجود وال التربلنس اوف شير لاير داون ستريم. فده كله بيعمل بريشر دروب عنده وبيقلل في قيمه البريشر الموجود. الريال نمبر هنا لو انا حبيت احسب القيمه دي بتاعت السي مع الريال نمبر، هتلاقي ان الاشكال بتاعتها الريال نمبر ده الريال نمبر الموجود وده السي ام، هو علاقة ما بين السي والجذر التربيعي 1 ناقص A 2 على A1. في الالبو فلوميتر، البو فلوميتر ده اللي هو كلمة البو اللي هي الكوع الكتف، الكتف ده يعني احنا كلمة البو دايما بنسمعها في الروبوتكس على طول، وهنلاقي ان الالبو ده بنقدر او الشكل بتاع فلوميتر في الحاله دي هو بيبقى شكل واخد شكل بالظبط، واخد شكل الالبو زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني زي الكوع بس مش كوع بالظبط يعني.